بدأ الأتراك اليوم الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في المعابر الحدودية والمطارات والممثليات التركية في الخارج. وكان المجلس الأعلى للانتخابات قد أعلن أن المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بإمكانهم التصويت في الجولة الثانية بدءا من اليوم وحتى 24 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا جولة انتخابات ثانية. وفي ألمانيا يواصل أفراد الجالية التركية الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع الموجودة في 17 مدينة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وشهد مركز الاقتراع المركزي لولايتي برلين وبراندنبورغ إقبالا كثيفا، ويحق لنحو 1.5 مليون تركي من المقيمين في ألمانيا التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية. كما بدأت الجالية التركية في فرنسا اليوم التصويت في الانتخابات أو التصويت في الانتخاب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وستتواصل عملية التصويت حتى 24 من الشهر الجاري في القنصليات التركية الموجودة بالمدن الفرنسية مثل باريس ومارسيليا وستراسبورغ. وتعتبر الجالية التركية في فرنسا من أكبر الجاليات في أوروبا، إذ تأتي بعد ألمانيا ويقدر عددها بنحو 700 ألف، يحق لنحو 400 ألف منهم التصويت. مراسلنا في باريس عمر فياض ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من باريس تحديدا ليطلعنا أو ليضعنا في صورة بدء عملية التصويت اليوم للجالية التركية في فرنسا فيما يخص الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. عمر أحييك وأريد أن أستمع لتلخيص وافي منك في هذا السياق، تفضل. إذن أحمد، اليوم بدأت الجولة الثانية للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالنسبة للخارج، وستستمر حتى 24، أي حوالي 4 أيام. الإقبال اليوم منذ الصباح الباكر كان ضخم جدا مقارنة بالجولة الأولى، كان هذا ملحوظ حتى في أوساط الصحفيين الذين زاملوني هناك من عدة قنوات ووكالات أخبار، كلهم لاحظوا التعداد الضخم الذي توافد على السفارة التركية للإدلاء بأصواتهم. المشهد هناك لم يأتي الكبار فقط ليشاركوا أو من لهم حق التصويت، جاءوا كعائلات، أسر تأتي مع بعضها حتى برفقة أطفالهم ليذهبوا ويضعوا أطفالهم حتى في أجواء هذه العملية الانتخابية. من لهم حق التصويت قرابة 400 ألف تركي من أصل ما يزيد عن 800 ألف وربما يصلوا إلى 1 مليون، هذه أعداد يعني مقاربة نوعا ما أو ما يتوقع من أعداد الأتراك الموجودون هنا في باريس، قرابة 1 مليون تركي. من لم حق التصويت فقط حوالي 400 ألف. في الجولة الأولى صوت غالبية من لهم حق التصويت ما يزيد عن 350 ألف، شاركوا في المرحلة الأولى، ومتوقع أن يصل الرقم لذات العدد في المرحلة الثانية، وربما يكتمل كل من لهم حق التصويت إذا استطاعوا ذلك بناء على ما رصدناه اليوم من أمام السفارة هنا. الأتراك متفائلون جدا أيا كان المرشح، فكرة أنهم يشاركون في عملية ديمقراطية بكل حرية داخل بلد أوروبي من الدول التي تحمل شعار الحريات والديمقراطية لها معنى عندهم. الأتراك الذين صوتوا في فرنسا في الجولة الأولى 64% منهم صوتوا لصالح أردوغان، وربما يزيد 64% بقليل. صوتوا لصالح أردوغان، ما كتبته الجرائد الفرنسية في تقديراتها أو أسباب أن الغالبية ذهبت لصالح أردوغان، سبب عن أن الأتراك الذين يعيشون في أوروبا ربما لا يعانون من الحالة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا. بالمناسبة حتى الجرائد الفرنسية تحدثت أن أردوغان
كان قوي أكثر مما كان متوقع للإعلام الفرنسي أو للجرائد الفرنسية. لم يتأثر بأحداث الزلزال ولم يتأثر بالتضخم الاقتصادي الحاصل في البلد ولا بالوضع الدولي بشكل عام، وبالعكس استطاع أن يتخطى المرحلة الأولى بتفوق على جميع منافسيه. يرون أن الأتراك الذين صوتوا هنا في باريس صوتوا رغم أنهم لم يتأثروا بهذه الجوانب التي ذكرتها، إلا أنهم يشعرون أن أردوغان أوجد الهوية التركية على الساحة الدولية مرة أخرى بقوة جدا، وأصبحت تركيا مؤثرة في الأحداث الدولية في الساحة الدولية بشكل قوي جدا، وهذا ربما عزز في نفسيتهم تواجدهم كأتراك داخل هذه الدول الأوروبية، ويقولها نحن هنا الأتراك في قلب الدول الأوروبية، نفتخر بدولتنا التركية بالزعيم التركي الموجود حاليا وسنعيد انتخابه مرة أخرى. بجانب طبعا الأتراك الذين لم يصوتوا لأردوغان يحاولون أيضا أن يشاركوا في هذه العملية الديمقراطية بشكل قوي ويشاركوا في هذه العملية الانتخابية. نتحدث عن قرابة 90% تقريبا من لهم حق التصويت شاركوا في هذه العملية الانتخابية. أحمد، هذا ربما مجمل ما رصدناه، وخلال أيام القادمة غدا أيضا منذ الصباح الباكر سنكون هناك أمام اللجنة لمتابعة تصويت الناس في هذه الجولة الثانية. نعم، أشكرك الزميل عمر فياض على كل هذه الإفادات، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من باريس. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حث ناخب الخارج على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: أرجو من مواطنين المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات عن كثب في البلدان التي يقيمون فيها. وأضاف: أنتظر منكم إظهار إرادتكم بشكل قوي للمرة الثانية، وأنا على ثقة أننا سنتجاوز هذا الاختبار أيضا، على حد تعبيره. في المقابل، وجه كليتشداروغلو رسالة مصورة عبر حسابه على تويتر للأتراك بالخارج، دعاهم فيها للتصويت على ما وصفه بالاستفتاء على نظام الحكم، واصفا جولة الإعادة بالمخرج الأخير لتركيا، على حد تعبيره. أخاطب مواطنين الذين يعيشون في الغربة والبعيدين عن بلادهم أينما كنتم، فإن التوجه للصناديق واجب على الجميع، لأن هذا الاستحقاق خرج من كونه انتخابات إلى استفتاء على النظام، وأنتم تعلمون ماذا حدث بعد الاستفتاء السابق. هذه المرة هي آخر مخرج لوطننا، اذهبوا إلى الصناديق وليذهب من حولكم أيضا، اذهبوا للتصويت من أجل الوطن. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من أنقرة المحلل السياسي جاهد توز، وأحييك سيد جاهد، كما أحيي ضيفي عبر الإنترنت من إسطنبول أيضا السيد إسلام أوزكان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم معي سيد جاهد توز. بدأ اليوم أو بدأت عمليا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ببدء التصويت في الخارج للأتراك. ابتداء، إلى أي مدى أصوات الخارج تستطيع يعني أن تدفع بمرشح لمقعد الرئاسة على حساب المرشح الآخر؟ طبعا لما ننظر إلى عدد الأصوات الأتراك لخارج تركيا بالتأكيد بإمكاننا أن نقول أن عندهم تأثير واضح، وبإمكانهم يؤثرون على النتائج الانتخابات على مستوى تركيا. بناحية عدد المواطن الأتراك اللي يعيشون خارج تركيا، هي النقطة. النقطة الثانية أيضا بإمكانهم تأثير بسبب حكم النظام الرئاسي الجديد في تركيا، لأن حكم الرئاسي يقول أن 50+1 كل من حصل على 50+1 يصبح الرئيس في البلاد، فلذلك كل أصوات صار عنده أهمية كبيرة. لما ننظر إلى طبعا الأتراك خارج تركيا في الجولة الأولى، سواء كان
في الانتخابات تبع الرئاسة، وسواء كان البرلمان أغلبية صوت لصالح حزب عدالة والتنمية ولصالح رجب طيب أردوغان. أنا قبل قليل ذكرتم في تقريركم أن الصحف الفرنسية تحديدا والأوروبية ينظر إلى الموضوع السبب زيادة الأصوات لصالح أردوغان في أوروبا، أنه لم يعانوا هؤلاء بما حدث أو ما يحدث في تركيا. أنا برأيي الشخصي هذه قراءة ليست صحيحة، وإنما القراءة الصحيحة بما يتعلق هذا الموضوع أخي الكريم، الأتراك اللي يعيشون في أوروبا تحديدا عندهم إمكانية واضحة أن يقارنون تركيا مع أوروبا، يعني التطورات اللي حصلت في تركيا والتطورات الموجودة في أوروبا، وأتراك في أوروبا مقارنة إلى أتراك متواجدين في داخل البلاد يرون أكبر بشكل أكبر وأوسع، وأيضا بإمكاني تقييم ومقارنة التطور أو النهضة اللي حصل في تركيا ومقارنتها إلى أوروبا. فلذلك كثير من الأتراك في خارج تركيا في انتخابات 2018 وهذه الانتخابات صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية ولصالح أردوغان. وأيضا هذه نقطة سيد جاهد، عفوا أنا آسف لمقاطعتك، لكن أنت أثرت نقطة مهمة أريد أيضا أن أناقشها مع السيد إسلام أوزكان. سيد إسلام، فكرة معظم الدعاية الغربية كانت ضد أردوغان وضد حكمه بشكل أو بآخر، وجدنا ذلك واضحا على صفحات الكثير من المجلات والصحف الشهيرة سواء في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل التصويت، تصويت الأتراك في الخارج يأتي غالبا أكثريته بنسبة ما لصالح الرئيس أردوغان. لماذا لم يتأثر الأكثرية في الخارج بمثل هذه الدعايات من وجهة نظرك؟ تحية للجميع لكم وللضيف الجميع. الموضوع على حسب رأيي يتعلق بالهوية الإسلامية والهوية المواطنة التركية في الخارج. الجالية التركية في بلدان الاتحاد الأوروبي يعني يعيشون هناك أكثر من 30 أو 40 سنة هناك، ويعني تعرضوا لأشياء كثيرة من يعني مثل إسلاموفوبيا وما إلى ذلك، وأيضا الهوية التركية ربما أو الهوية الإسلامية عندهم كان يعني هم شعروا أيضا إلى حد ما مقموعة ومضطهدة ربما، وتعرضوا لهجمات من قبل العنصريين، المجموعات العنصرية والأحزاب العنصرية، ليس على مستوى الشارع فقط، أيضا على مستوى السياسيين الذين يعني يناهضون الدين الإسلام. هذه النقطة. والنقطة الثانية، في كل المقالات أو أدبيات الأكاديمية الناس الذين خرجوا إلى خارج وطنهم والذين غادروا إلى يعني بلدان الأجانب، هؤلاء يعني دائما يكونون، إذا هو قومي في وطنه الأصلي يكون أكثر قوميا، إذا هو ذو الميول الإسلامية يكون إسلاميا أكثر، إذا يكون اشتراكي يكون اشتراكي أكثر. هذا يعني أن معظم الناس يعني مواطنين الأتراك هم أيضا يعني هم يعني الشعب التركي بشكل عام متدينين، ولذلك هم عندما واجهوا يعني إسلاموفوبيا والديانات الأخرى وأيضا الهجمات السياسية في مستوى الخطاب والهجمات في الشوارع، يعني نحن نعرف في ألمانيا قضي على يعني مش مئات ولكن عشرات من الأتراك في ألمانيا من قبل النازيين. يعني هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، سيد أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى اهتمام كبير جدا للأتراك المتواجدين في الخارج، واستخدم جميع الإمكانات للدولة التركية. مثلا الجميع، معظم الناس لا يعرفون ذلك ربما، ولكن هناك مؤسسات تابعة، مؤسسات دينية تابعة
لشيول الديانات التركية في ألمانيا وحتى في فرنسا وفي بعض المدن الاتحاد الأوروبي. وهذه المؤسسات الدينية تركز على يعني تهتم بهؤلاء الأتراك بشكل كبير جدا، وأيضا هذا تؤثر على يعني توجههم ربما السياسي أيضا الهوياتي يعني. لذلك على حسب رأيي أنهم أدلوا بأصواتهم لصالح أردوغان لهذه الأسباب الكثير يعني. طيب أنا لدي العديد من الأسئلة فأتمنى أن تكون الإجابات أيضا أكثر اختصارا. سيد جاهتوز، فكرة المشاركة، لأن البعض قال أن ممكن تتراجع المشاركة سواء حتى على مستوى الخارج أو الداخل التركي في الجولة الثانية من الانتخابات، هل فعلا هذا وارد أن تتراجع نسب المشاركة؟ كنا نتحدث عن ما يقرب من 89% من لهم حق التصويت، لكن أعتقد في الخارج كانت حوالي 55%، هل من الممكن أن تتراجع مثل هذه النسب أم لا؟ أنا برأيي طبعا هذا موضوع وارد يعني، وكثير من الخبراء بما يخص هذا الموضوع لما نسمع إلى قراءاتهم بما يتعلق هذا الموضوع يعني يتوقعون ما بين 75 إلى 80%. السبب هناك طبعا كثير من العامل أو عوامل بإمكاننا نتحدث عنها، سبب أو الأسباب، لكن أحد من الأسباب الأساسية بما يتعلق هذا الموضوع السيكولوجيا عند المعارضة حاليا منهارة فكريا بعد هذه الهزيمة في الانتخابات، لأن المعارضة كان تركز يعني أخي المعارضة، كل المعارضة بتركيا جمعوا في نفس الكتلة، وبدعم كل الدول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، والصحف الإعلام الأوروبي وأمريكي بشكل واضح يعني، الصحف يعني الإعلام أوروبا وأمريكا في هذه الانتخابات كان طرف يعني، ما عملوا موضوع الصحافة نهائيا وقاطعا، كان طرف بشكل واضح، وأنتم أكيد شاهدتم ما عملوا وما والعناوين اللي كتبوا خلال هذه الفترة الحملة الانتخابات. فلذلك كلهم كانوا يعتقدون أن الأغلبية في البرلمان راح يأخذ حزب أحزاب المعارضة أو كتلة المعارضة، وأيضا في الرئاسة بالجولة الأولى سيد كليتشداروغلو راح ينجح، لكن لما فشلوا فاشلا قاطعا وأخذوا رسالة واضحة من شعب تركيا خلال الانتخابات، السيكولوجية عند المعارضة صار عندها هزيمة كبيرة. وأنا عندي كثير من الناس من المعارضة بيقولون أنه إما لن نذهب إلى صناديق الاقتراع، إما إذا نذهب نحن نصوت لسيد أردوغان. وكأنك سيد جاهد تريد أن تقول أن يبدو وكأن الأمر بات محسوما للرئيس أردوغان لجولة رئاسية أخرى لخمس سنوات قادمة. سيد أوزكان، تتفق مع ما ذهب إليه سيد جاهتوس في هذا السياق، انهيار المعارضة ما يعني بشكل أو بآخر أن فرص الرئيس أردوغان باتت أكبر بكثير من فرص كليتشدار أغلو؟ صحيح، يعني أن حظ أردوغان أوفر بكثير مقارنة مع سيد كليتشدارولو لسببين. السبب الأول هو ما حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية في البرلمان، هو يعني شيء يعزز فرص للسيد أردوغان بشكل كبير جدا، لأن يعني الشعوب دائما يعني الذين يتابعون هذا الموضوع دائما في أنحاء الأرض في على وجه الأرض دائما يطلبون التجانس والتناغم والتماشي بين البرلمان يعني بين القوة التشريعية والقوة التنفيذية. لذلك هذا التفوق لا يمكن أن نقلل من شأنه. لذلك هذا التفوق السيكولوجي والنفسي يعني بساحة أردوغان، وسيعزز وسيقوي فرصة نجاحه. وايضا تقدم اردوغان يعني النقطه الثانيه، تقدم اردوغان لخمس نقاط امام كليتشدارولو يعني على كليتشدارولو، وهذا شيء ايضا تفوق سيكولوجي يعطي فرصه كبيره جدا لنجاح سيد اردوغان في الانتخابات الرئاسيه. ولكن الامر لم يكن محسوما يعني،
مش يعني أقول مش لا أستطيع أن أقول أن الأمر محسوم، لأن ما زالت هناك فرصة بالنسبة للمعارضة إذا تستطيع أن تخلق فكرة جيدة أو جديدة تقدمه إلى الشعب التركي، إلى الرأي العام التركي. فكرة جديدة، تستطيع هل الفكرة الجديدة سيد إسلام ومن حديثك أخذ للسيد جاهتوز، هل الفكرة الجديدة مهاجمة اللاجئين، مهاجمة السوريين وطرد وأننا سنطرد السوريين فور الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية، يعني هذا الحديث الذي تبناه الآن كمال كليشداروغلو بشكل أو بآخر حتى نفس المعنى ذكرته ميرال أكشنار اليوم، هل ذلك من الممكن أن يحدث فارق لصالح كمال كليشدار ضد الرئيس أردوغان أم لا؟ أخ الكريم، سيد كليشداروغلو مع الأسف الشديد يعني أنا أعتقد هو في تاريخ الزعماء السياسيين في العالم أكثر شخصية متقلبة من لحظة إلى لحظة للأسف الشديد. يعني فأثناء الحملة الانتخابية كان استراتيجيتهم تركيز على إخراج لاجئين أو إخراج أجانب في تركيا بشكل عام، وأيضا تعامل مع كافة المنظمات أو الجهات اللي عندهم علاقات مع المنظمات الإرهابية، تحديدا مع تنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطي، وأيضا لم يردون نهائيا التصريحات اللي اتى من زعماء القنديل يعني تبع الحزب العمال الكردستاني. يعني هم وضحوا كثير من خلال كثير من التصاريح تبعهم انه نحن نؤيد ندعم بشكل واضح يعني الى كليشداروغلو، وحتى نحن لن نقوم باي عمليه خلال هذه الفتره حفاظا على تاثير سلبي على كليشداروغلو. يعني هؤلاء الارهابيين يعني قتلوا اكثر من 40,000 نسبه مدنيين في تركيا والجيش التركي وبشكل واضح، ولكن خلال هذه الفتره كليشداروغلو ولا هو ولا اي حدا من كتله المعارضه لم يردون عليه، من انتم يعني لماذا انتم تاتون بهذه التصريحات؟ ليس لدينا اي علاقه معكم، لكن خوفا من انسحاب دعم حزب الشعوب الديمقراطي لم يتحدثوا اي كلام. لكن بعد الجوله الاولى مباشره كليشداروغلو اتى انه نحن ضد كل المنظمات الارهابيه وكذا وكذا، هذا لن يفيدهم اخي، هذا ليس كلام جديد. ان الشعب التركي اخي الكريم يريد شخصيات حقيقية، يعني هو يبكي البكاء لازم يكون حقيقي، هو يضحك الضحك لازم يكون حقيقي، هذا عند أردوغان فقط موجود. يعني أردوغان هو الشخصية الوحيدة حاليا بين زعماء الأحزاب التركية ليستطيع يلمس الشعب التركي ليفهمه ليتحدث بلغته، لكن كليشداروغلو كل مصطنع أخي الكريم. وضحت يعني الفكرة سيد جاهد، عفوا للمقاطعة. فلذلك أي شيء جديد لن يؤثر على الشعب، وكما قلت أن كل النتائج وكل المؤشرات تدل على المصلحة أردوغان. نعم. وواضح النتيجة ستكون في مصلحة. محلل السياسي يعني التركي جاهد توز كنت معي عبر الإنترنت من أنقرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر السيد إسلام أوزكان الكاتب والمحلل السياسي التركي كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول.